بعد أن ينزل عيسى عليه السلام مرة أخرى ويقتل المسيح الدجال يخرج يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا، يتحصن عيسى عليه السلام ومن معه إلى جبل الطور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا قصة يأجوج ومأجوج. قبل أن نبدأ القصة لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة، ويلا نبدأ بالقصة. يعتبر يأجوج ومأجوج من الأقوام الذين سكنوا الأرض في القديم، وتم ذكرهما في الكتب السماوية جميعها. فيأجوج ومأجوج هما قبيلتان سكنتا الأرض في قديم الزمان، وعاثوا فيها بالفساد وطغوا وتجبروا بشرهم على من في الأرض، فقوتهم وعددهم يفوق الخيال والوصف، فظلموا من حولهم بسبب هذه القوة والجبروت، حتى بعث الله عز وجل لهم ملك الصالح ذو القرنين في منطقة تقع ما بين المشرق والمغرب، أو بين السدين كما جاء وصفها في القرآن الكريم. وقد كان هذا الملك الصالح يجوب الأرض تفقدا لأحوال الناس. عندما وصل إلى ما بين السدين وجد قوما يشتكون له من يأجوج ومأجوج من بطشهم وقوتهم وجبروتهم وإفسادهم في الأرض، فما كان منهم إلا أن طلبوا من الملك الصالح ذي القرنين أن يقوم ببناء سدا ما بينهم وبين يأجوج ومأجوج ليحتموا به من شرهم. فما توانى هذا الملك الصالح ببناء السد بما آتاه الله عز وجل من العلم والحكمة، فما كان منه إلا أن أقام سدا حسينا ما بين هؤلاء الأقوام وما بين يأجوج ومأجوج من الحديد، وقام بإذابة النحاس فوقه، فأصبح بذلك هذا السد منيعا قويا لا يمكن اختراقه إلا بأمر الله عز وجل. وقد جاء وصف هذا السد في القرآن الكريم، وقد أخفى الله عز وجل هذا السد وما كان يأجوج مأجوج على الناس، فلا أحد منهم يعلم بمكانه، فلا هم يروننا ولا نحن نراهم، وسيظل هذا المكان مخفيا عن أعيننا بقدرة الله عز وجل حتى يشاء، فظهورهم أكيد عندنا، وهو من علامات الساعة الكبرى. بعد أن ينزل عيسى عليه السلام مرة أخرى ويقتل المسيح الدجال يخرج يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا، يتحصن عيسى عليه السلام ومن معه إلى جبل الطور ويلجؤون إلى الله بدعائهم لأن لا طاقة لهم بهؤلاء الأقوام، ويصيبهم ما يصيبهم من القحط والجوع والجدب حتى لا يكون النعيم لهم إلا الله عز وجل، فيستجيب الله عز وجل لهم، يرسل على يأجوج ومأجوج النغم، وهو دود يكون في أنوف الغنم والإبل، فيبيد به الله عز وجل هذين القومين، ويرسل بعدها مطرا يغسل به الأرض، ويعيد الله عز وجل الخيرات إلى الأرض من زرع ورمان ولبن وغيرها من النعيم. وصلنا إلى نهاية قصتنا اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم، وتحياتي لكم.